وفي الشأن الفلسطيني، مسيرة غاضبة جابت شوارع مدينة رام الله. طالبت المقاومة الفلسطينية بالرد على جريمة اغتيال الشهيد مازن الفقهاء في قطاع غزة، حيث كان الشهيد الفقهاء قد أبعد عن الضفة الغربية إلى قطاع غزة بعد الإفراج عنه بصفقة شاليط عام 2011. نتابع هذا التقرير. وسط هتافات تنادي جميع فصائل المقاومة الفلسطينية بالرد على جريمة اغتيال الشهيد مازن فقهاء في قطاع غزة الجمعة الماضية، خرج العشرات منطلقين من مدينة البيرة صوب شوارع مدينة رام الله وصولا إلى دوار المنارة. الرسالة الأولى لهذا العدو الصهيوني أن دم الشهداء، دم المقاومين يوحد شعبنا. دم من قبل باسل كان هناك، دماء باسل الأعرج ودماء محمد الحطاب في الجلزون امتدادا إلى مازن في غزة. كل هذه الدماء، هذه الدماء مقاومة توحد شعبنا. يجب أن تصل رسالة للعدو أن المعادلة التي يريد أن يفرضها على شعبنا يجب أن تكسر. هذه المعادلة يجب أن يعلم أن شعبنا الفلسطيني رغم تخلي الدول الأوروبية ورغم تفتت الإقليم العربي ورغم الانقسام، هناك من المقاومين وهناك من المخزون الوطني ما هو كافي لوقف ولجم هذا العدو. المشاركون نددوا بجرائم الاحتلال المتتالية والتي كان آخرها اغتيال فقهاء برصاص مسدس كاتم للصوت في منطقة تل الهوى بقطاع غزة مساء الجمعة، وقبلها اغتيال الفتى محمد حطاب أمام مدخل مخيم الجلزون بالقرب من مستوطنة بيت إيل، وقبل ذلك أيضا اغتيال المقاومة المشتبك باسل الأعرج. يجب أن تكون رسالة الشعب الفلسطيني ومقاومة الشعب الفلسطيني للرد على العدو بصورة مختصرة أن المقاومة قادرة على الكيل بنفس المكيال والعقاب بنفس العقاب على اغتيال باسل الأعرج والحطاب وفقهاء في غزة، ويجب أن ترسل المقاومة رسالات صادقة بأنها قادرة على الرد، ويجب عليها أن تنفذ هذا الرد لكي تحمي الشعب الفلسطيني. من جديد، هذه المسيرة تؤكد وحدة الوطن والمصير بين قطاع غزة والضفة الغربية، هذه الوحدة التي تجلت بهتافات المشاركين بعد أن تجلت باستشهاد أسير مبعد إلى قطاع غزة من الضفة الغربية ومن مدينة طوباس تحديدا. وهنا المطلب الموجه لكل فصائل المقاومة الفلسطينية بالرد على اغتيال الشهيد فقهاء. من مدينة رام الله المحتلة، حافظ أبو صبرة، رؤيا.